بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة لقناة سلام، أو عفوا قناة إريسات الفضائية المستقلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة في برنامج الملف من إريسات الفضائية المستقلة، وأرحب بكم سيداتي سادتي أينما كنتم داخل الوطن المجروح والأسير، وفي معسكرات اللجوء والشتات، وفي مدن المهاجر. نحن اليوم سعيدين مشاهدينا الكرام أن نستضيف أحد الإخوة الأعزاء الذين سبقونا في هذا التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 20 عاما، ولا يزال حتى اليوم هو والمجموعة يعملون ليل نهار دون ملل رغم كل التراجعات التي يشهدها الموقف السياسي للبلاد. معايا اليوم الأستاذ العزيز عبد الوهاب جمع أبو وليد من إدارة موقع عونة، أنا أرحب به الترحيب الذي يستحق. أبو وليد أخ رجل عزيز ورجل محترم. أبو وليد، مرحب بك في قناتك الرئيسات الفضائية المستقلة. وعليكم السلام ورحمة الله. شكراً أستاذنا أحمد شريف، وأشكر الفضائية رينت، وخاصة برنامج الملف، وأشكر كل وأيضاً أحيي كل مشاهدين القناة. طبعاً أبو وليد، دائماً أنا بقول له يا أخي صوتك جميل، وفعلاً هو يمتاز بصوت جميل ورنان يعني. أديك العافية. بس ما مستخدمه، هو موظف حاجاته كلها للموقع الذي اليوم نحتفي به احتفاء بمناسبة مرور أكثر من 25 عام على تأسيس هذا الموقع. أبو وليد، هل عندك إحساس أنك أنت وظفت صوتك بالمستوى المطلوب؟ والله حقيقة أنا أكثر يعني أميل الجانب الفني أكثر، ودائما أفضل خلف الكاميرا دائما، وربما ألقى تشجيع منها كثير بين الصوت ما، ولكن دائما ميول أكثر خلف الكاميرا، يعني ألعب أكثر حاجة في المجال الفني أكثر، وهذا هو ممكن ربما يجعل صوتي يختفي. جميل. نعم، إن شاء الله ندفعك دفعا إنه توظف صوتك، لأنه عندك صوت جميل بأمان يعني. يعطيك العافية. ودائما أنا كنت أقول إنه أبو وليد في موقع عونة، طبعا معك مجموعة ما في شك، لكن عزيز المشاهد للحق يقال أنه أبو وليد يعتبر هو قائد الرسم في هذا الموقع، وسبحان الله هذا الرجل لا يمل ولا يكل وما بيزهج حتى من الواقع، ودائما الرجل هو متفائل ما زينا كده. نحن مرات بنشوف الصورة كده على حقيقته، هو برضو يشوف على حقيقته لكنه يتجمل فيقول الأمل قادم وهكذا يعني. ما يعجبني فيك يا أبو وليد. في نفس الوقت برضو أبو وليد يعتبر من الناس المتسامحين يعني مع كثير من الناس، ما عنده بناي، وبرضو دي ميزة خلت الموقع يستمر إلى هذا المستوى من العمل الجاد، والعمل برضو يحاول دائما يتجدد ويتطور. أبو وليد، طبعا لابد نعطي الناس حقوقها. نحن طبعا عندنا معك كان يعني لقاءات مؤجلة، وأخيرا قبضناك يعني في زاوية من زوايا اللقاءات. أبو وليد ما بيحب اللقاءات كثيرة بالمناسبة. عزيز المشاهد، أنت ليه ما بتحب اللقاءات يا أبو وليد والحديث؟ والله شوف أستاذ شريف، أنا دائما أفضل يعني أعمل خلف الكواليس زي ما بيقولوا. وثاني احيانا لما عشان ما احس بنفسي ان انا اخذت مجهود بتاع شخص اخر، يعني خاصه الزملان زملائي واصدقائي الذين يعملون في عونة، انا دائما احب ان اكون يعني اعطي كل شخص حقه، يعني دائما افضل يعني دائما، عشان كذا بحاول شويه ان اميل اكثر اتجه اكثر في اتجاه تطوير الموقع في المجال الفني وفي الاديتنج. ممتاز، والحق يقال العزيز المشاهد، أنا برضو أزجي بصوت شكر وتقدير.
لأخونا الزميل الإعلامي المعروف أخونا محمود أفندي. محمود أفندي قبل أيام كتب في موقع الجالية إنه يا جماعة كرموا الناس اللي يستحقوا التكريم، وذكر أبو وليد مباشرة، وقال لأنه أبو وليد أخونا عبد الوهاب يستاهل أنه يكرموه لجهده ونشاطه وكده، وبرضه تجاوبوا معه ناس كتار. أنا لابد أن أشيد بفكرة أخونا أفندي على أنه دعا إلى هذا التكريم، وهذه المقابلة منطلقات منها، لو قلنا ما فيها ليس هنالك حرج، وفي نفس الوقت لكن برضو كان عندنا لقاءات مؤجلة مع أخونا أبو وليد. فأنا أشكر أخونا أفندينا الإعلامي المعروف على التفاته لهذا الموقع ممثلا في شخص الأستاذ عبد الوهاب جمع أبو وليد، فله الشكر أخونا محمود أفندي. أبو وليد كده نبدأ للبدايات، هذا الموقع الذي ترونه قناة عونة وبرضو إذاعة عونة، والموقع بحد ذاته بدايته قبل 25 عام. تخيل عزيز المشاهد، يعني هذا الرجل من ماله ومن جهده ومن علاقاته ببيته من روكته وبرضو يعني من 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 عمره، جزء من عمره 25 سنة أبو وليد شايلها وعونة دي. بالله أبو وليد كده حدثنا عن البدايات كانت كيف؟ والله أول حاجة أستاذ أحمد شريف، إن موقعنا لما نحاول نقوم بهذا الموقع، يعني أول حاجة ما كان عندنا إمكانيات الفنية في مجال الكمبيوتر والأشياء دي، وسجلت زيارة إلى السودان والتقيت ببعض الشباب في الجامعين خاصة الجامعات السودانية، فكان يقول لي يا أخي أنتم موجودين في أستراليا ما عندكم الإمكانيات، ليش ما تأسسوا لنا موقع؟ والزمن ذاك الإنترنت كانت نظام، يعني عندك الإنترنت كوفي مثلا، والناس كان بيقولوش تخش عشان تتصفح، ليش أنتم ما تشوفوا لنا الأخبار الموجودة في الجرائد العالمية أو الوكالات العالمية؟ تقول ليه ما تخطوا لين في مكان واحد بدل نحن نمشي من موقع لموقع لموقع عربي لموقع عربي عشان نشوف، عشان نعرف إيش جاري في بلادنا وإيش اللي قاعد يحصل. فجاءت الفكرة من هذا المنطلق. لما جيت هنا أستراليا يعني اشتريت جهاز كمبيوتر، صدقني يا أستاذ شريف أنا ما بعرف غير أن أفتحه وما بعرف أي مكونات بتاعته. ومن هنا أتقدم بالشكر للأخ عبد الحي اسم الله هذا الأستاذ، وقلت له أنا سألوني كده وكده، قعدت معه ورجل يعني ما شاء الله يعني رجل دارس IT عبد الحي بسم الله جميل له الشكر والتقدير، يعني رجل يعني من هنا أنا أتقدم الشكر له وعبركم. فهذا الرجل كان يجي يقعد معي من الساعة 3 مساء لحد 3 صباح، لا يميل لا يكيل لأي حاجة، وأنا يعني صراحة زي ما أقول لك أنه كانت عندي رغبة عشان أتعلم، وكنت بسأل كنت بسأله 24 ساعة، لأنه أنا عندي نظرية معينة إذا دارت تتعلم ما تخجل، وكنت بسأله اليوم اللي يمشي مني بعد 3 صباحا يمشي مني مسكين تعبان مرهق، أنا بقعد معاه لحد الساعة 10 صباحا بهبش اللي كان يعمله. فذكر يوم قال لي مقيلة، قال لي عبد الوهاب أنت بالطريقة بتاعتك دي أعتقد أخطر مني. نعم الطريقة شايفك فيها أنت أعتقد أخطر منه أي حاجة، لأنه أي حاجة اللي عملها كنت أصورها، كانت عيني تعتبر كاميرا. فقدرت استفدت منه كثير جدا، وبدينا بدينا نعمل الموقع. نعم حسخت يعني خطيت استراتيجية معينة، أول حاجة إنه أنا كيف أنا ساعد أهلي وطني أبناء وطني في معسكرات اللجوء، وكيف إنه أنا أدعم المعارضة بأي طريقة أدعمها، ما يكون عندي ميول لأي اتجاه. يعني أنت بديت مش كده أبو وليد؟ ها؟ بديت لوحدك في البداية؟ في البداية وتقريبا أبدت بنفسي ومعي الأخ عبد الحي، هو كان في المجال عبد الحي. أوكي جميل. فأول مشروع بدينا فيه وبديت فيه إن هو أول مظاهرات كانت، يعني الكلام ده عزيز المشاهد 1996 97
يعني بداية التحرير يعني. أيوة يعني بدت أول مظاهرات، أول مهرجان للتسول في ملبورن. الوقت ذاك أنا طلعت بشعار حرية المعتقلين السياسيين في إريتريا، فحاولت أن أرفع هذا الشعار في الشارع الرئيسي اللي يوديك للمهرجان. والوقت ذاك كنت لوحدي وأنا رافع هذا الشعار، فالشرطة اضطرت أن توقفني وتسألني ماذا تقصد بهذا الكلام وكذا. والزمن ذاك زي ما عارف نحن جايين جداد، والإنجليزي بتاعنا بتاع المتوسط هو، وكان تعبان شوية. فحاولت أن أوصل لهم الرسالة، لكن في النهاية هم الشرطة فهمت أن أنا إيش عايز. ومن هنا بدأت أنه أنا أصور المظاهرات ونبص عبر عونة. فوجدت نفسي أنه أنا قاعد أعمل حاجة. أنا ما فكرت أنه مثلاً في المال، ما فكرت في الجهد، ما فكرت في كل شيء. أنا فكرت أنه أنا لازم أعمل شيء لوطني، لأن هنالك أشرف مني، وهناك ناس ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن الغالي. فأبسط حاجة قلت عبد الوهاب كده قامر أنت سوي الحاجة دي. فبدينا بالحملة بهذه الصورة، بدينا في المظاهرات، أول مظاهرات تنقلها عونة لهذا النظام. وتعرضنا لكثير من المضايقات من هذا النظام، وقابلنا كثيرين من المسؤولين اللي كانوا يحضروا هذه المظاهرات في مهرجان التسول هذا. يعني منهم من مات ونصهم من السجن، كأمثال عبد الله جابر واللمين بزيارتهم هنا لما جونا. ومرت الأيامات وبدينا التطور في المجال، وده كان يعتبر أول موقع باللغة العربية. بك الله وأسر عبد الله، رحم الله الأمين. الأمين أيها. فكان من الأول المواقع باللغة العربية، عشان الناس ما تفهم غلط، ما تفهمني خطأ، ليس في ضد التجرينية، لأن ثقافتنا ثقافة عربية. فممكن أنا ما أعفهم عن اللغة التجرينية وأنزل مقالة تسيء، ممكن تسيء في المجتمع، كنت بقول بهذه الصورة. أيوة، نحن حنجي للبداية، كانت كيف، وانت خطيتنا في الصورة اليوم إنه بدايات 96-97. طبعا ولا نذيع سر ومعروف يعني، وحتى ونحن داخل وزارة الإعلام لمجموعة النظام في أسمرة، يعني الموقع الوحيد اللي كنا نفتحه ونلقاه هو موقع عونة، وكنا نلاقي فيه أخبار كثير يعني. والوقت ده حتى لو يعني أنا ما أقدر أقول إنه كنا ضد الموقع حاجة وكلا، ولكن برضو ما كنا 100% مع الموقع، والحق يقال يعني، لأنه نحن كنا متأثرين بالسياسة المسيطرة علينا فكرا وتوجها وعملا، ونحن كده مضروب علينا حصار ومسلط علينا أشياء، فكنا نتماهى مع السياسة اللي كانت موجودة. لكن دائما لما كنا دايرين نسمع أخبار مخالفة لما ننشر، طوالي نمشي لموقعونا، وكنا بنلقى فيه حاجات كثيرة، ومن هناك بدت علاقتنا مع أبو وليد. والله كنا بنلقى حاجات ما بنلقاه كثير جدا. من هنا نحن أنا أعتبرك أنت رائد يا أستاذ أبو وليد مع المجموعة في الحديث عما هو ممنوع، في الحديث عن الغايب. ويكفيكم شرفا في ذلك الوقت أنه أنتوا كنتوا تتحدثوا عن مشكلة قائمة، والمشكلة أدت بينا إلى هذه النتيجة، وسبقتونا بالإيمان، بالإيمان الوطني، وده حقيقة لا بد أن نقولها أخونا أبو وليد. طيب، زي ما ذكرت أبو وليد كان الموقع باللغة العربية بداياته، ولا يزال أعتقد هو برضو باللغة العربية مكثف أكثر، حتى لو فيها فيديوهات بلغات تانية وكده. وقلت إنه أنت كنت مركز على اللغة العربية لأنه ما بتعرف التجرينية، وخايف تكون في حاجة معاكسة وكده بتاع. طيب، أي عمل في الموقع أبو وليد بيكلف كان مبلغ وغدر ساعته يعني، ولا يزال حتى اليوم. كيف كنت تغطوا تكاليف استمرار موقع مع وجود سياسات إنه اختراق وتدمير وحاجات كثيرة كده؟ خش لنا في الجانب المالي يعني. معك أنا في أول بداياتنا نحن بدينا تحت شركة، تحت اسم الشركة يعني، كانت عونة وان
triple.com يعني أوكي. تحت اسم شركه، وده كان السعر تقريبا حوالي تدفع حوالي 150 دولار سنه 96، هو 150 دولار تدفع سنويا سنويا سنويا. فلما حصلنا 89 شفنا الترافيك في عونا والناس متابعين كتار بجد، فالشركة كانت بتخد دعايات في الفوق، وهذه الدعايات كانت حجمها تقيل شوية للموقع، خاصة وين؟ في السودان وفي دول القرن الأفريقي عامة، لأنه الإنترنت كانت بطيئة جدا حتى في إريتريا صح؟ أيوة. فنحن كنا بنصعب دائما لما نحاول نخد حاجة في عونا، بنحاول إذا في صور ما بنخد كواليتي صور، يعني ما بنخد صور جيدة خالص، بنحاول نخفض منها عشان تبقى خفيفة للظهور سريع أو تفتح سريع الموقع، عشان يفتح ما يكون تقيل يكون بإذن. فاضطرينا نشتري اسم onawan.com حقنا مستغلين بيجينا. والإعلانات وقفت ساعتها؟ ها؟ الإعلانات بتاعت الشركة؟ أيوة لا أيوة الشركة خلاص نحن استغلينا بيجينا حد زادنا الموقع هو مسجل. وإذا دارين ينشروا يستشيروكم؟ لا الحسي لا خلاص يعني ما مسموح لأي شيء إلا بالمقابل، يعني حتى لو داري يروح الشركة دار تنزل إعلان ولا حاجة إلا لازم تدفع. أيوة. ورغم ذلك نحن كنا نتفادى انه اي اعلانات والاشياء زي دي، لانه انت ما تضمن ان الشركه تتفق معها، ممكن تنزل اعلان يخالف مثلا عاداتك وتقاليدك وثقافتك. صح صح. فاضطرينا نحن نتفادى هذا الموضوع واستغلينا بنفسنا، فكل ما يكثر الترافيك كل ما عدد الزوار يزيد المساحه بتاعتك لازم تتوسع. نعم. فاضطرينا يعني من 150 كنا لما بقينا هون one.com بقينا ندفع 360 دولار في السنة. yeah. حاسس بيقى شنو؟ مرات الموقع يقيف فجأة، يقيف الموقع. فلما سألنا يقول لي يا أخي النمت بتاعكم أنتو يعني 600 أو 600 نفر في ساعة وفي نفس الساعة يشاهدوا. فلما الترافيك بيجي يخش، يعني عندنا خاصة من المملكة العربية السعودية عدد كبير جدا بيجي يخش، فلما بيجي يخش لحد ما يطلع واحد من 600 ديل حتى يخش الثاني، فالموقع كان بيعمل بقيف. فاضطرينا ان احنا نكبر من 10 جيج مكينا ل 20 جيج ل 30 جيج ل 40 جيج، وده كله لازم تدفعه له انت مقابل. صح، كل ما وسعت الجيجز ايوه بقينا نكبر حجم الموقع احتياطيا عشان ما يخش. فاليوم انا اذا خشيت في الاستاتستكس بتاعونا تحت المملكة العربية السعودية في خلال شهر مثلا يعني شوف يبيت حوالي 80,000 موجود، يوريك الاستاتستكس كالساعة كم خشوا الناس كيف خشوا، يوريك حتى ارتداداته يوريك بس ما كنا نحن شنو بنحاول ما نوضح كثير، لأنه ممكن أي واحد فتح الاستاتستكس دي ممكن يحدد رقم البي ام بتاع الكمبيوتر، ممكن الدولة ممكن أي واحد ممكن يعرفك أنت خشيت. بقد دي سبب لنا شويه احراج خاصه لقراءنا في الداخل. أيوة. اضطرينا شنو نحجب بعض الاشياء من الشركه ذاتها، نورينا قلنا نحن ما دارين اريتريا عشان استاتيك الناس يخشوا يوريك العالم بتاع اريتريا يوريك عدد الناس اللي خشوا، لكن ما يقدر يديك استاتيك ما يوريك البي ام بي على الكمبيوتر بتاعك. فده كله تكنيك، وعدم باستمرار بقينا نسال ونستفسر يعني خاصه الشباب الباكستانيين والهنود أصدقائنا نتعرف بهم عشان واحد يأخذ منهم معلومات يستفيد، فقدرنا نحمي قراءنا من هذا، فعانينا كثير جدا. والحجم اليوم حجم الموقع زي ما قلت لك حجمه كبير، ممكن يسيع ل 5,000 6,000 في الساعة ممكن يشاهد الموقع ما يكيف. نعم نعم. فعملية الدخل زي ما قلت أنت يعني أحيانا مرات كنا بنعمل شيء مثلا. أيوة المال ده كنتوا تديروه كيف؟ والله احيانا من جيوبنا الخاصة، الانفاق على هذا الموقع والله من جيوبنا الخاصة، احيانا من جيوبنا الخاصة، احيانا مرات في يعني شخص ما يحب يذكر اسمه دائما يعني من لوس انجلوس الولايات المتحدة الامريكية، يعني هذا الشخص يوم اتصل بعونا واتصل بينا يا جماعة انا ادفع لكم حق السيرفر ده لمدة 3 سنة. يا سلام له الشكر. ويعني الواحد من الكلام ده زمان ولا هسي؟ والله يعني لحد 2002 هو كان بيدفع. يا سلام. يعني حتى وضعنا خطة نحن حس حاليا كل شهر مثلا واحد مننا بيطلع من مصاريفه ومن أشياء زي دي بيخط مبلغ معين جنبا عشان يكون من ضمن لمساهمة هذا الموقع.
أبو وليد بشكل صريح، هل في ناس بيتعاونوا معك ماديا سواء كان مرة في السنة ولا بشكل ثابت فيه ولا ما في؟ وأنا ما في صراحة، ما أكذب عليك، ما كين أحيانا في ناس يجي يقول لك يا أخ والله يا أخي الحمل تقيل وغير كذا، ويجي يقول لك يا أخي نديك القرش، فالواحد بيشوف مرة أحيانا يعني في ناس ما بقصروا، في ناس يعني بيجوك يقول لك كذا كذا بيحصل ظروف كذا، يعني إحنا لكن مرات بتجينا حالات في عونة بتخلينا ذاته الواحد مننا يعني ما يقدر يقول أدفع لعونة يدفع لهذه الحالات، في مشاريع في عونة، في حالات الناس بتتصل، أحيانا في ناس بتتصل بينا بيعتبروا إنه عونة كمؤسسة ضخمة. أيوة، غير اللي بتعملوه مثلا لمساعدة اللاجئين، قلم وكتاب ولا كراسة وكتاب؟ مليون كراسة مليون قلم. أيوة، أيوة، يعني برضو ده حنجيه بعدين، يعني عونة ينشط في حاجة زي ما قلت لك. مشاهد الكريم، أنا قصدي إنه الموقع ده عشان نستمر يعني لا زال من جيبك يب كل العوائل، احنا طبعا موجودين واي واحد مننا اللي بيقدر يطلعها بيطلعها، يعني مثلا انا كعبد الوهاب مثلا بقول الليله ما اطلع مثلا الشهر ده ممكن اطلع انا اقول 150 او 200 دولار احط بالجنب اقول الاحتياطي، اخ زميل موجود برضه العمال شغالين مع بعض بنطلع مع بعض بنعمل شير. يعني هسه تكلفتكم الشهريه كم ابو وليد مثلا؟ يعني راندم لكده يعني تقديرا، يعني مثلا الموقع عشان يستمر لا بد تكون في حاجة كده مبلغ قدره كم يعني أولي؟ والله شوف يعني إحنا حاسس خاصة في الموقع، يعني إحنا حاسس حاليا زي ما قلت لك إحنا ممكن نسوي قناة فضائية رسمية وعندنا الإمكانيات والتكنيكال عملية الإخراج وعملية الإيديتين والأشياء زي دي، لكن زي ما قلت لك المادة العائقة هي الواقفة أحيانا، نحن الحمد لله حاسس الموقع انه ما يقيف، اهم حاجه عندنا كلنا نحن بما نستطيع لازم نكون نحن نوفر هذا حتى من جوبنا لازم نوفر للموقع انه يستمر. طيب ونحن يعني مثلا الموقع ده يحتاج شهريا على الاقل 500,000 مثلا؟ والله احيانا لو توفرت حوالي 1700 تغطي الموقع حتى نحن ممكن نشتري بعد الأشياء مثلا الأجهزة بعد التصوير زي ما أنت شايف أنه يحتاج إلى إضاءات وأشياء كاميرات ديجيتال في موجودة في كمبيوترات، نحن نحتاج إلى أشياء كثيرة جدا يعني ناقصانا كثير، لكن بهذا البسيط حاجة عندنا أحيانا حاجة يعني حاجة مؤسفة والله. عزيز المشاهد، إذا كان عندك مثلا شكوك أو تساؤلات أو علامات استفهام في كثير من المراصد التي تعمل ونتحدث من خلالها، وعندك ما دارين نسمي الأسماء بالله، هل يكون عندك شك في موقعنا الصامت ده الشغال 25 سنة يتحدث عن قضية الوطن واللاجئين والطلبة، ينشط الثلاث حاجات، واللاجئين لما نقول لما تمر عليهم الأمراض والأمطار والعواصف، بالله يعني عزيزي المشاهد هل عندك شك في إنه موقعنا إنه خطوطه ما واضحة؟ كده يمكن الخطوط الثانية يمكن عندك فيها وجهة نظر. أنا والله أتساءل هكذا مجرد تساؤل. لمتين يا جماعة المشاهد اللي بيتحدث اللغة العربية ويكتب بيها وتهم المسائل والناس لما تقعد تتكلم وما عارف من إحنا ما لاقين حقوقنا وبتاع، بالله كيف تبرر لنفسك إنه ما تدعم موقع زي عونة؟ سيب كده، سيبنا نحنا وسيب الحاجات الثانية، موقع عونة ده عمليا أثبت أنه مستمر لأكثر من 25 سنة ومعروف رسالته واضحة، التفاتاته للعمل الإنساني واضح، وهذا الأستاذ أبو وليد من إدارة موقع عونة بيقول لا زال المجموع حتى اليوم يدفع من جيبه، نحن بس نقول والله عشان نبرئ ذمتنا ونرفع القضية التي أو المشكلة التي يواجهها أخونا أبو وليد. أبو وليد رغم كده أنت ما بتزهج يعني؟ ما بتزهج يا أبو وليد برضو، وبتعمل تبرعات لحاجات تانية مثلا، وما في حدث في أستراليا وخارج أستراليا إلا موقعون يكون موجود كده تبرعا ويعرض ويعكس وينقل هذا وذاك، وما في زول يلتفت له.
ما تزهق من العملية دي يا أبو وليد؟ والله صراحة نشوف الإنسان لما يكون عنده إيمان أو عنده قناعة داخلية، أنا صراحة نشوف دائرة. أقول لك يا أستاذ أحمد الشريف، أفتح الماسنجر، تعال يوم يوم يعني زيارة لنا، وأفتح لك الماسنجر بتاعت عونة، شوف الناس اللي قاعد يتصلوا يا أخي، حتى الشعر بتاع جسمنا ده كله يطلع، كثرة الناس ما تمدح للموقع. وأنا دائما بقول إذا كان هذا العمل عشان يقول عبد الوهاب عمل ولا فلان عمل، يا ربي لا توفقني فيه، لكن إذا قاعد أعمله لشعبي ولوطني ولبلدي، اللهم استر أبنائي، ده شعاري هو، وهذا ما جاء أعلني. حتى ابني عمره 10 سنة ولا 11 سنة كان بيساعدني وليد، مش هو كان يدربني وليد، أحيانا مرات في سوفت وير أنا ما بعرف جديد، يقول لي بابا تعال أوريك كيف تعمل، وكنت بقعد بستمع له، يعني كان أستاذي ولدي برضو، كان يدربني حتى ذاته جعل يعني خلاني انه انا ذاتي انه يعني انه كيف انك انت تتواضع لشخص عشان يعلمك. البشكره في عونه يا ابو وليد، البشكره ويقولوا قاعد تعملوا كده بتاع، يا ساده يا كرام، يعني الشكر ده تخطوه كده. ما في عمل اعلامي يا جماعه ما يحتاج الى ماده، الى فلوس. شكركم للموقع مش كفايه، اوكي تشكروه يستاهل الشكر اكثر، لكن أقيفوا معه أيها الناس، أقيفوا مع المواقع اللي بتتحدث عن قضاياكم وهمومكم. لمتين أنتوا حتكونوا سلبيين أيها الناس؟ والله بعد كده طفح بين الكيد، نحن حنتكلم بصراحة يا أبو وليد. أيوة بس أنا قاعد أقول لك يا أستاذ أحمد، أنا عندي قناعة معينة، أنا إنه أنا قاعد أعمل شيء. أحيانا مرات شو بتواجهنا أشياء كثيرة جدا يا أستاذ أحمد، بتواجهنا إنه أحيانا بيكون في صراعات في داخل التنظيمات السياسية، وأحيانا يكون في خلافات بالتنظيمات السياسية، عشان ما نقع تحت أي تنظيم أو تحت ضغط أي تنظيم، كنا ننقل الصراع ده عشان ما ننقل هذا الصراع، كنا ننقل مأساة اللاجئين الإريتريين في المعسكرات، بحيث إنه نحن نشقل الناس أنت كيف تساعد أهلها، حتى التنظيمات توعى، بحيث إنه الناس لما تشوف الناس كلها مهتمة بقضايا اللاجئين والأشياء زي دي، ونحن نقوم بحملات مكثفة بحيث انه ندي الدرس لهذه القيادات اللي بتختلف في حاجات كانت. واليوم الحمد لله طلعت الضغط او الاتجاه بتاع عونا، واتجاهه كان واضح انه ما بيقف مع اي تنظيم كان يخطا، نحن كنا نوجه وكنا نساهم، كنا دعمنا التحالف ودعمنا المجلس ودعمنا كل القوى الوطنيه السياسيه اللي كنا بندعمها. فبذلك نحن قاعد نشوف ايش نحن عملنا وايش الهدف بتاعنا. الجالية الإريترية في ملبون هي التي كسرت حاجز الخوف في أوروبا، الجالية الوحيدة اللي كانت هي تقف ضد هذا النظام وتقف ضد مهرجان التصور. نحن نجحنا كعونة، نجحنا إنه ننقل هذه المظاهرات وهذه بصورة كاملة، بحيث إنه يشوفوها الدول أخرى ويكسر حاجز الخوف. ونجحنا نحن في عونة، كان شوف أنا كأقول يعني كمجموعة تدعونا، نجحنا نحن كسر حاجز الخوف في أوروبا، لأن كل واحد تمشي له في أوروبا يقول لك أستراليا وفي أمريكا، معناته إيش؟ معناته نحن كنا ننقل هذه الأحداث، كنا ننقل هذه الأحداث بحيث الهدف بتاعنا مش أستراليا، الهدف بتاعنا إنه كيف نحن نقدر نقوم هذه. نعم نعم عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة، لازلتم مع قناة الريسات الفضائية المستقلة، ومعنا الأستاذ أبو وليد عبد الوهاب جمع من إدارة موقع عونة الإلكتروني. نحن نلتقيه بمرور أكثر من 25 عام على تأسيس القناة. تفضل أبو وليد. أيوة، فزي ما قلت لك يعني نحن نغلنا أشياء كثيرة عشان نكسر حاجز الخوف في أوروبا. الجاليات الإريترية كانت ما كانت نشطة أو يعني بهذه الصورة، لكن لما شافت الجالية الإريترية في أستراليا نشطة أو تعكس الصوت وتقيد هذا النظام، قدرنا نحن ننقل هذه الصورة عبر عونة نوجهها لكل الجاليات في الخارج. فبعد ملبون الجاليات في أوروبا تحركت، دي واحدة. وثاني حاجة مثلاً إننا برضو غير النشاط بتاعت الجالية الإريترية مثلاً في ملبون، كنا نعكس كل التراث الإريتري اللي يعرض في الجالية الإريترية، وأيضاً نشاط الجمعية الإسلامية الإريترية في أستراليا.
مثلا من عندك كان برنامج كامل سنويا كان يتعمل محاضرة تحفيز القرآن، مسابقة تحفيز القرآن، كنا نحن نقولها بالصوت والصورة. والهدف من ذلك إنه الجاليات الأخرى الموجودة في أوروبا أن تقوم بنفس هذا المستوى اللي قاعد تقوم به الجالية الأوروبية في مكة، وهذا يعتبر يعني نجاح لنا نحن ونجاح لجاليتنا. وزي ما قلت الواحد كل ما يلقى إمكانية ممكن يقدر يطور نفسه أكثر في برامج السوفت وير نزلت يعني جديدة يعني بمبلغ. هذه نحن يعني قاعد نستخدمها أحيانا، بنعمل إيديتنج ببرامج قديمة يعني ممكن تاخذ من الواحد عشان يقعد فيها ياخذ له 4 ساعات او 3 ساعات عشان يعمل في برنامج جديد. في برنامج جديد نزل، برامج نزلت جديده يعني استغرب فيها ما تاخذ منك اكثر من ساعه او ساعتين في تقطيع برنامج وتجهيزه. عزيزي المشاهده، عفوا ابو وليد، انا داير بس الفت عنايه المشاهد والمشاهده الكريمه. تخيل اخونا ابو وليد 25 سنه، يعني عون الموقع ده خدتيه جزء من مسؤولياته الأسرية يعني، والحمد لله أبو وليد يعني ربنا بيفتح ليك دائما يعني. لكن تخيل بالله بس لو كان ينفق هذا الرجل في الموقع ده شهريا $100، ضربوها في 25 سنة. أنا ما بقول في ناس تانين ما بيدفعوا معه، لكن أنا بعرف أبو وليد كذا مرة بلاقيه جهازه ضرب، دخل عليه فيروس، الهاكرز ديل اللصوص والبتاعات، لأنه مستهدف يعني. مرات بيمشي للناس الفنيين عشان يصلح الجهاز حقه، يصلح الكاميرا، ده غير إنه يشتري ويبذل ما يبذل. يعني المبالغ دي الصرفها أخونا أبو وليد لقناعته هو، ونحن نتمنى والله نتمنى يعني نتحلى بروح من روحك الطيبة يا أبو وليد لما تؤمن به. بالله عليك الله أنفق كم لقضية شعب وأمة مؤمن بأنه هو أمام مسؤولية تاريخية لابد أن يقوم بواجبه. بالله ما يستاهل الناس تقيف معاه وتكرمه وبرضو تشيد به. في نفس الوقت أنا أبو وليد دار أسأل إنه الإدارات بتاعت الجالية عندنا هنا في ميلبورن، وخلينا نتكلم بشكل صريح يعني، لأنه كل إدارة بتجي برضو هي عندها ميزانية وتتصل بالحكومة وكده وعندها ميزانية وفي جزء من الاشتراكات كمان يعني. فحصل التفتت ليك الإدارات التي مرت بهذه الجالية أبو وليد بشكل صريح يعني؟ والله شوف، نحن ما كنا أي إدارة بتجي ما كنا نميز بين إدارة لإدارة. كان هدفنا الرئيسي هو نحن يعني كيف إنه نحن ندعم هذه الجالية، هدف الرئيسي كان بين نحن. ولكن ما أكذب عليك إنه واحد من الإدارة بتاعت الجالية مثلا جاء في عونة وكذا، ما كان في من أفراد الجالية في ناس خيرين موجودين، حتى الواحد الكلمة الطيبة ذاته زي ما يقولوا صدقة يعني، الواحد يرفع معنوياتك ويشجعك اسمك. يعني نحن في فترة في كانت موجودة إدارة بتاع الجالية دون ذكر أسماء، تعرضنا من هجوم شديد جدا في آخر مهرجان قبل يعني قبل 10 سنة ولا 8 سنة 9 سنة في الحدود دي، كان في مهرجان التصور ونحن قطينا وتغطية كاملة يعني حتى انزعج النظام من هذا، فاضطرينا هجوم غير عادي من النظام. فنحن لما كل الوثائق لميناها من أخو يعني الواحد إيش يقول يعني، ممكن تتعرف إذا ما عرف الرجل مسلط بيجي من ألمانيا لأستراليا هنا، هذا الرجل يعني الواحد عشان يذكر اسمه ذاته يعني ما في داعي، معروف يستخي. فيا ما اتهمنا نحن عملاء بتاع مخابرات أستراليا، يا ما اتهمنا بمخابرات الأمريكية، يا ما اتهمنا بعملاء لإثيوبيا، حتى وصل لمرحلة أنه عون السلامة $6 مليون في موقع في موقع بتاع حكومة بتاع النظام، قال العونة لقت $6 مليون. هاي $6 مليون والشيء المؤسف بعض الأخوة أخذوها نوع من يعني التهزيء وكذا. مثلا الواحد يجي يقول لك قابلك يقول لك يا أخي الدين معاك من المبلغ اللي أدوكم اليوم.
يعني مرينا بظروف، وشلنا للمعلومه عملنا فايل، لمينا كل الحياه طلعناها من هذا الموقع وديناه لاداره الجاليه، قلنا يا جماعه شيلوا الاوراق دي وبس، عملوا لنا بس محضر لهذا الرجل عشان ما يجي البلد دي ثاني. انا اهيب والله اهيب بادارات الجاليه الموجوده واللي حتجي. والله فقط اقول انه هذا الموقع جدير بان يدعم من الاداره، لانه يعني والدعم نعني به الدعم المادي، خليك من الشكر، وحتى احيانا كمان الشكر ما يكون موجود. يعني ابو وليد كذا كم شهاده قدمت لك، شهاده شكر وتقدير من ادارات الجاليه؟ بس عشان نكون صريحين ذات، والله تقريبا حوالي 6 جائزات تقريبا. 6 خلال 25 سنه؟ 6 على اكثر 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 جاتنا تهاني وشكر هي من الجمعيه، رساله الشكر وتقدير. ايوه. والله انا ما اقول انه قول الشاعر يعني زي ما قال لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. انا اقول حال الجاليه ما هو سيء، يعني عشان بس يسعد نطقهم بمعنى الشكر يعني في الكتابه، الجاليه لا باس بها يعني حتى على مستوى الافراد لو جمعت. فلذلك انا اقول اهيب واشير وادعو ان نقف جميعا، مني ابتداء مني والى اخرين، نقف يا اخي وقفه يستحق هذا الرجل الذي يعني عونة بقت جزء من 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 اهتماماته وحياته. يعني فأبو وليد عونة ده موقع عونة، يعني جزء من حياته خلاص، يصرف عليه ويعمل عليه وهكذا، والناس بتدخل وما في أي دعم. الدعم المادي مهم أيها الناس. أبو وليد النظام ما حاول كده إغراءاته كده مجموعته مثلا بطريقة أو أخرى، إنه أقول لك يا أخي سيب القضية دي خسران وأقلب الموقع ده لأي حاجة كده، حاجة كده إريترية بس كده ساكت كده وبتاع، كانت محاولات يا أبو وليد؟ والله من النظام أنا خاصة ما أكون صريح معك، ما في، ما كان من كوادره والناس اللي كانت من كوادره، يعني الناس اللي كانت تزعجني هي كانت بتقول لي الكلام ده من كوادره الرئيسية. ولو قلبت كان حالتك بقت؟ والله حتى لو قلبتها، هل مثلا هل ضميري يسمح لي ان اقلب مثلا؟ لا الضمير ده ما شيء اخر. لا ما حتى ما مهما كان. تخيل وضعك كان حيكون كيف؟ مختلف طبعا، غير المبدأ. والله مش في ناحيه مختلف، معناته مختلف، لكن في نفس اللحظه في حساب ضمير، وفي حساب انه شعب قاعد يعاني في اشياء. والله يعني ما اقول لك، يعني نحن مشينا في معسكر، ذكر مشينا في معسكر انا و هيابو في الزيارة الأخيرة اللي كنت زرتها بعد المعسكرات. هيابو الأخ كرار هيابو؟ أي تقريبا لو التحية. أيوة، فذكر أنا مشيت هذا المعسكر وفي واحد العديس من الرئيس. أيوة. فشقالي مع الشقة بسأل أسئلة ومعاي بكاميرته جاي للشباب وكذا في المعسكر، أولا الشباب حاربين من التجنيد الإجباري. وما أنسى يعني في شخص مسك المنطلون بتاعي كده، قال لي يا أخي أنا أطلب منك طلب واحد، ولا صغير يعني حوالي تقريبا 19 سنة 18 سنة. قال لي أنا عندي خالي موجود في سيدني في معسكر، يقول لي في سيدني لما نعرف أنه أنا جاي من أستراليا. ففي النهاية بقيت أتونس معه، وأنا ما بعرف اللغة التجرينية طبعا، وهو بيتكلم تجرينية بس. أوكي. فسألني في النهاية، أنا عرفت أنه هذا الشخص إنه هو أساساً من أخوان المسيحيين من الجهوفا. فلما سألني كده قال لي موجود كده، قلت له خلاص خير اديني تلفون أنا بتصل له. يا أخي كان في جيبي فيه مبلغ معين صغير، دول واحد يعني استحي يذكر ذاته يعني، فأديته له. أنا عمري ما أنسى هذا الولد. السلام. يعني مسك يدي كده قال لي كلمة ما بتقرنها، أنا بس عرفتها يعني زي الدعاء كده، هو دعالي ربنا يبارك فيك يعني تقريبا حاجة كده بالتقرينية، دعالي ومسك يدي. يعني حاول حتى لأنه يمسك بيتنين يدين وداري بوسع،
فانا لما انسحبت منه في النهايه قمت مسكته وحضنته كده، قلت له يا انا عرضت رساله العقاب. تعرف طبعا في سيدني اتصلت لما جيت استراليا واتصلت بسيدني. تعرف طبعا انت عارف ملبون هنا في برند في برانزويك رود سيدني رود في كنيسه بتاعتهم هناك موجوده. الراجل اتصل به هنا في ملبون واخذ معلومات مني، قال لي يا معسكر موجود ايه، قلت له والله كده كده وامره كده كده وابوه محتجز في اسمر محتجز. يعني في اشياء حصلت مرت بي انا شفتها، وخاصه في ارض دنكالي في شباب. يعني وصل البلد هنا جاء استراليا ولا جاء زين استراليا في حاليا موجود حسي في مش في سيدني في نيوكاسل. يا سلام قريبه لسيدني هي هذا الشخص. والله كان عندي تلفونه موجود. شوف الإعلام ده لما يقوم بمهامه ويلعب دوره، ولو تحدث الناس والله في المعسكرات والطلاب الذين يعني كانوا يتلقوا المساعدات السنوية من كراسات وأقلام، والناس اللي بيوتهم تهدد وقاموا وقعونا بالترويج لها والتبرعات. أنا كذا مرة والله يا أبو وليد بشوفه يقول لي يا أخي ماشي نحول هذه التبرعات اللي جمعناها من الناس، وهو المحتاج في نفس الوقت عشان ما يستمر يقوم يرسلها في الأضاحي والأعياد. والله لو تحدث أولئك الناس يعني يمكن بالساعات وبالشهور ما يكمل كلامهم. ولك عند الله الأجر يا أبو وليد. أنت والله ما أقول لك يا أستاذ أحمد، أنا ما أقول بنفسي كده ولا أي حاجة، ولكن دار أقول لك حاجة واحدة معينة. تعرف إن أي قريش يخش في بيت، أي قريش يمسك بتبرع، والله يا أستاذ أحمد بحس انه اركان بيتي قاعد تتهزى. وانا عشان اوري لك ابسط مثل حسن، انا قاعد اتكلم معك في هذا المكان والله عندي قدامي، والله هذه هي شايفه هذه العلبه. نعم هذه هي القروش بتاعت اموال بتاعت الرابطه، تبرعات بتاعت ناس. والله حاسس جايبها بشايل شايل الكيزه وجاي من الجامع بيها، لانه امانه هي انا خايف منها عشان ما تهز بيتي. فالواحد زي ما قلت لك ان احنا الواحد مننا اهم حاجه عنده انه هم الانسان لما ضميره يكون مرتاح ويكون مرضي انه عمل حاجه. انا ليه لما يقول لي يا اخي حامد ادريس عواتي، لما يقول لي يا اخي عبد القادر كبيري، لما يقول لي اكيدو، يعني مرات يعني بشوف نفسي انه انا ما اساوي ظفرهم. يعني احيانا مرات لما اقعد مع نفسي واشياء زي دي وانا اشوف ان عملت حاجه، يعني ما ايش اقول لك، يعني الواحد ما قادر يعبر. ليه لما انت لما تقول مشروع مليون كراسه ومليون قلم، وهذا المشروع مثلا يعني وقفوا في الاتحاد العام الطلاب ترين، ومن من 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 هذا المنبر كمان اشكر من عنصر النشط اللي كان في عونا في السودان اللي كان بيساهم في هذه المشاريع، عثمان شيكاي موجود في لندن حسي. يا سلام نحييه والله. والله هذا الرجل يعني برضو يعتبر أعمدة من أعمدة أونا كان. وأي واحد في موقع أونا يعني له دور، وأي حاجة عبد الوهاب كمجرد إنسان يعمل معاهم. وفي مثل دائما الواحد يتمسك به من تواضع لله عز وجل رفعه. نعم. ونحن عايزين بس الستر، وربنا يحفظ أولادنا. أبشر بالخير إن شاء الله. شوف عزيزي المشاهد، موقع أونا ما بنشط فقط في العمل السياسي والإعلامي لنشر المقالات، لنشر الأخبار، إجراء مقابلات وتتبع أحداث الوطن لحظة بلحظة، وفي نفس الوقت الكتابات التي لا ترى النور في حاجات كثيرة كثيرة في موقعنا موجودة منذ زمن. ليس هدف حسب زي ما قلت، هو يضع اهتمامات كبرى لأوضاع اللاجئين الموجودين، سواء كان في معسكرات اللجوء في اليمن، في إثيوبيا، في السودان، وبالآلاف إن لم يكن مليون وشيئا. في نفس الوقت يهتم بالطلاب، الطلاب توفير الكراسة والقلم على الأقل. ده غير إنه مرات بتكون في حالات طارئة واحدة دار تواصل دراسة الثانوية أو المتوسطة أو الجامعية وتحتاج إلى وقفة معينة، غير أنه الحالات الإنسانية الحرجة في العلاج وغيرها.
الناس اللي تتعرض بيوتهم المهترئة المنتهية أصلا للعواصف والأمطار وتنهد، بالذات في معسكرات اللجوء في اليمن وغير ذلك من الكثير. وبالتالي ميزة موقع عونة أنه هو موقع إنساني إعلامي وطني وفي نفس الوقت تعليمي. بالله في شرف وعزة أكثر من كده عزيز المشاهد. مثل هذا العمل والله يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى دعم، وده جزء من دعمنا له في هذا اللقاء، وهو الذي دائما ما يحب يتكلم كثير أبو وليد. أبو وليد طيب، برضو أنتم عندكم نشاط إذاعي وتلفزيوني، والتحية لأخونا أبو زينب الرجل الهمين، والعمل من داخل البيوت، يعني الأسر بتدفع ثمن غالي من هدوء من راحته وما إلى ذلك. أبو وليد كذا خدتنا في أجواء الأسرة، يعني لما دار تسجل برنامج وكذا لقاءات نحن جينا البيت وعملناها معه وبث مباشر من داخل موقعونا، ويضرب البيت عليه وحصار، ما في كلام ما في أي حاجة زي ما نحن بنعمل، لكن أبو وليد بشكل مستمر. كذا بالله يخدت لنا ونحيي عبرك أسرتك الكريمة أم العيال والأبناء جميعا، وانت الليلة بقيت جدي يا أبو وليد ما شاء الله يعني. فقل لنا كذا الفاتورة دفعت الأسرة يا أبو وليد. والله يعني أول حاجة يعني أم وليد الواحد يعني يعجز في شكرها، يعني هي متفهمة من بدري يعني، ودائما تقول لي يا أخي أنت عندك طموح عندك هدف ولازم ترتصله، وأنت دائما ما بتيأس، وأنت وأنت وأنت، فهي ما شافت هذه الرغبة والأشياء زي دي، هي بتحاول توفر زي ما عارف أنت حاسس يعني. إحنا ساكنين كم غرفة مثلا، أنت عارف براك أنا عارف يعني، اليوم إحنا الواحد لو دار يسجل أنت حاسس ماسك غرفة كاملة بنفسه بس عشان تسجل. حتى ذات المرة لما نعمل لغة نعمل حاجة أبو زينب تلقاه يعني، أنا أقول أبو زينب يا أخي ما تأخذ في حاجة، نحن قاعدين نعمل رسالة يعني، هو عنده الإمكانيات والدعوية يعني، لكن في نفس اللحظة يعني داخليا تحس به وإن هو قاعد يعني في جمرة بتاعت نار يعني. لما نجي مثلا بيت فيه أطفال وفيه كده وفيه أشياء كلهم عليش أنسى نحن واليوم ما حققنا نحن، أنت في نظام نقاف للسيرون وأي حياة عنا نسجل عند الوطن كل شيء يكون، فبنسجل مع بعض. وفي النهاية زي ما قلت لك الإنسان لما يلقى شيء شخصي يرتاح، كنا نتمنى من الأجيال في أنت يعني تحاول تشوف لنا مكان عشان نحن نسجل، زي ما عارف أنت الظروف وما أدراك وما أدراك، فبنحاول نحن نعمل. وزي ما قلت لك سان إمكانيات الأجهزة يعني، ممكن أبو زينب مثلا عشان يجي يسجل ندوة ولا يسجل حاجة يعني، لو كان عندنا أجهزة نحن محتاجين لها ما يحتاج إنه مثلا يجيني أو صحيح. هو في البيت وقاعد مرتاح مستقيم يسجله ويعمل أي حاجة بالأجهزة الموجودة اللي عندنا دي تكون متوفرة، يجيب المادة ويرسلها عبر الجوجل درايف، ممكن أنا في البيت أعملها خمسة دقائق ما تأخذ مني صحيح. فما زي ما قلت لك، ففي أشياء كده بتقيف عايق، لكن زي ما قلت الأسرة تعمل. حتى ولدي يعني وليد كتلت ما بساعدنا، أنا قلت خلاص هذا الولد ده مثلا وصل للمرحلة المتوسط الثانوية ممتحن للجامعة، قلت على الولد ده خلاص كتر ما هو قاعد يساعدنا هيطلع إعلامي زيي قام. أنا قلت خلاص الولد ده يطلع، لأنه مش معانا شارك في المؤتمر هذه سوا ولا يا وليد. نعم شوف بالله، وأنا خاطي في بالي إنه الولد ده خلاص اتخرج جاب مجموع كويس وحيخش الإعلام، وفي الآية بعشوائي أشوفه يمكن أنا بقول إيش اللي خلى الولد ده مثلا يتخلي الحاجات دي كلها يخش أي تي. في النهاية يمكن أزود تزود لما شاف الموضوع ده ما أيوة شايف أبوه غلبان وتعبان بس عشان كده مشى مني. أيوة خشيت فاجأت إنه هو خش، أنا كنت أخذت في بالي خش ما بحس إنه تخرج معانا للمعلومية أنا وبرهان وكل الطاقم بتاع السري سي آر دي، هو تخرج معانا والأول بتاع الدفعة بتاعتنا وشهادته موجودة حاليا، وهو كان يعمل لقاءات وكان يعمل أسئلة في داخل المؤتمر في أديس أبابا، فجأة تلقاه ومشى ما أعرف ليش لي يئس من الإعلام ما بعرف أنا. يئس من الحالة اللي عايش فيها أبوه، قال لك لنا عايش في جلباب أبي.
لا يمكن نظريتي هي، فلأنهم كمان ذكروا ما بعيد من الإعلام في الآي تي كمان، وله التحية والله هو في بريطانيا، له التحية ولأسرته الكريمة أبو وليد، وتحية لابنه العزيز خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يعني. على فكرة اسمه خالد بن الوليد، اسم الولد اللي هو ولد حفيد أخونا أبو وليد، له التحية وللمدام، وإن شاء الله ربنا يحفظهم ويرعاهم ويحفظ لك كل الأسرة أبو وليد. طبعا ربنا برضو بيديك جزاءك جزاء ما تعمل صحيح، يعني أنت رجل مبروك يا أستاذنا أبو وليد. طيب أبو وليد، دي كانت جلسة يعني دردشة وفاء، يعني أنت رجل تستحق وتستاهل كل تكريم وإشادة. كده في ناس بيكتبوا لك بشكل مستمر يا أبو وليد، يعني أو كيف تتعامل؟ أنت لمحت زمانك قلت إنه الخلاف بين الإريتري طبعا على أشد، يعني بين الأحزاب والأفراد والجماعات والمناطق الإثنية وحتى الجهوية كمان جغرافيا وغيرها، وأنت ربنا حباك بأنك أنت قدرت تعمل تحتوي كل هذا الخلاف الموجود وتستمر. عايزك تتكلم في الحتة دي أكثر، وفي نفس الوقت في ناس مستمرين يدعموا الموقع بكتابة المقالات، بالتوجيه مثلا، إبداء وجهة النظر، الجانب المادي ده عرفناه. والله في مع المال احنا كنا، انا كان عندي في رايي انه كيف انه خلي الكاتب الاريتري، بعض الكتاب الاريتريين عندهم امكانيات، يعني الواحد يعني امكانيات راقيه في اسلوب الكتابه، لكن في النهايه القدر بتحس في داخل المقاله. يعني ما في، يعني احيانا تلقاه يكتب 10 سطر باسلوب جميل راقي، لكن في داخل المقاله احيانا بيطلع كل غضبه، بيستخدم كلمات مثلا مزعجه. يعني احيانا من ان الواحد امكانياته ما للدرجه دي في اللغه العربيه، لكن بكثره ما القراءه احتراما للقارئ عشان ما يكون في كلمات كده والواحد بيسال وبيقرا المقاله مرتين ثلاثه، فبقينا عندنا خلفيه خبره في المقالات البتجي. فانا عشان ادي نموذج للكاتب الاريتري، عشان ادي نموذج، بشوف في كل الجرائد، يعني كل الجرائد اللي بيطلع في الوطن العربي مثلا موضوع يتكلم عن اريتريا، اي موضوع اي كاتب اريتريا، اي كاتب عربي يتكلم عن اريتريا، انا بشيل مقالته وبخطه في عونه احتراق، وايضا احتفاظ بحقوق الطبع بتاع الجريده الكاتبه وتحت مكتب المصدر، بحيث انه انا ادخل فيها للكاتب الاريتري كيف اسلوب الكتابه بتاعته. ففي كتار من الكتاب الاريتريين، يعني من المبدعين، احمد السناي، يعني هذا الشخص كان من المبدعين في الموقع، كان أسبوعيا مقالته بتنزل، وحتى النظام كان بينزعج منه وتعرض للمضايقات في السعودية. أحمد السنة لا زال في السعودية؟ كان في السعودية أحمد السنة، وهذا الرجل كان كاتب رسالة السيد الرئيس. لا زال في السعودية؟ والله هو ما أقول لك إنه هو حصل له مشكلة في السعودية، إنه مقالته شخص ما عرف بلغ عنه ولا حاجة كده حصلت له، اتحرقت عربيته في جدة، حصلت له مشكلة في جدة. فده كله عشان كتب المقالة دي في عونه، فحصل موقف، فالشخص ده اتصل بي قال لي عبد الوهاب والله حاصل كده 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 في المملكة. فأنا حاولت أنه اتصل به وقول له يا أخي شوف أي مكتبة عمو المتحدة اتصل بهم شوفهم، وانا بطلع مقالتك، اي مقاله نزلت في عونه بنطبع عليك. فهو سجل، وفجاه يوم انا قاعد كده جاتني رساله من اتحاد الصحفيين استراليا. ايوه، فانا تفاجات، بس هو قريت قال لي عندكم زميلكم كاتب اسمه محمود احمد السنان. فقلت له نعم، فقال لي يا اخي دارين نقابلك نحن، والوقت ذاك الله يرحمه عمر جابر كان موجود معنا، كان رئيس الجاليه ساعتها. ايوه، فقال لي انا امشي معك. تقابلنا وين؟ تقابلنا في مقر كبار السن. فقال لي انا امشي معك، ومشينا في فريندر ستريت. ففريندر ستريت تقابلنا وقعدنا في محل بتاع كوفي انا والاستاذ عمر جابر، وبعدنا ما بعد تكلمنا، قال لي اخذوا لكم ده، هو قدم اللجوء ونحن انا حامل له اجراءاته، حتى لو خلصنا اجراءاته هل تستطيع ان تساعدوه؟ قلنا لا، نحن عندنا نستطيع ان نعملها هنا، حتى لو جاء استراليا وده رئيس الجاليه ونحن نقدر نساعده هنا.
فقال لها حتى تقدر تدفع مصاريف وكذا. قلت له بس كيف انه يطلع من كاتب هو وكيف يطلع من المكان ده؟ ففجأة أنا الموضوع خلصنا، وأيد مرة قالت أوكي، وأخذت كل التقارير حاجة دايرة مننا. وتفاجأت بعد فترة إنه أحمد السنة وصل وين؟ وصل ماليزيا، واتصل بي من ماليزيا. وحس قلت كده خلاص احنا بعدنا نشد حيلنا نحاول نرسل له مصاريفه. فهو قال لي عبد الله انا ما عايز منكم حاجه، انا ادوني شقه وادوني اي حاجه وانا تحتهم قاعدين. حس قاعد يشوف اقرب دوله هيرسلوني فيها منها. طيب الكلام ده متين ابو وليد؟ والله الكلام ده تقريبا 16 17 سنه. على ايه؟ لا وين الراجل ده هسي؟ 2017. وين الراجل ده؟ حسي في الدنمارك. في الدنمارك. الدنمارك موجود استقر. يا سلام، نحيي والله استاذ احمد. عندك تواصل معه؟ والله كان عندي فتره طويله بس فقدت الموبايل بتاعه، وهو ذاته اختفى من الكتابه، مش مع السبب شنو ما بعرف، يمكن زحمته الحياه ما معروف. وهذا الشخصيه كان يعني من الكتاب الوح، يعني لدى الموقع كان له قراء له لهذا الرجل. شوف وفي كتاب كتار جدا. وبعدين حس حاليا من الناس المواصلين معانا الموجودين هم محمد صالح الشماعي الدبلوماسي في لندن، ماسي الأستاذ علي محمد صالح. علي محمد صالح، وأيضا برضو قاعد يكتب معانا الأستاذ أيضا الدبلوماسي فتح عثمان. نعم، وبرضو كرار محمد لهم التحية. أيوة، ومجموعة من الكتاب. ونحن كمان زي ما قلت لك قاعدين نغطي كل المقالات تكتب عن إريتريا، مش من الهدف انه نحن قاعدين حتى احيانا مرات النظام بيقدر يخترق بعض الكتاب ويكتبوا كلام عن اريتريا وما صح. جميل. فنحن بننزل هذه المقاله عشان مين؟ عشان يردوا على الكتاب والمثقفين بتاعنا اللغه العربيه، انتبهوا هنالك النظام قاعد يقضي باشياء عن الوطن غير صحيحه، يدي لانه اي واحد داري يعمل بحث عن اريتريا حيلجا وين؟ حيلجا للسفارات والقنصليات، وممكن يدوه معلومات مخطوطه معلومات خطا. فنحن عايزين بمقابل ذلك بننزل هذه المقاله عشان ننبه هذا القارئ المثقف الاريتري ناطق اللغه العربيه عشان يرد ويوجه، وانه هنا في بعض الاخطاء انه ما صح وهذه صح، فنكون كده قدرنا نحارب النظام بكل المجالات. الله يوفقك يا استاذ ابو وليد ويديك الصحه والعافيه، ونهيب كل الناس اللي بيتعاونوا بشكل مباشر او غير مباشر بالتعاون مع شخصك الكريم دعما لموقعنا الالكتروني اذاعه وقناه، ان شاء الله تكون تكبر يوما بعد اخر ان شاء الله، وتستفيد منكم اريتريا وشعبها والقضايا التي تتناولها ان شاء الله مره تشوف النور باذن الله. انا اشكرك ابو وليد، بارك الله فيك، ونحن مقصرين معك ما في شك، ونعتذر لك اعتذار امام الناس. يعني انت جدير بكل تعاون وبكل دعم والله، ونسال الله انه ربنا يوفقنا واياك. عندك كلمه دار تقولها ابو وليد في نهايه هذا اللقاء؟ والله انا عندي كلمه واحده معينه هنا دار ابشر كل القراء بتاعنا الموجودين في خاصه في اريتريا والموجودين في الدول العربيه وخاصة السودان وفي جيبوتي وفي اليمن اللي بيعانوا من شح الانترنت أو بطاقة الانترنت، إنه موقعنا ممكن بإمكانك أن تفتحه عبر الجوال في أي مكان، وما يحتاج إنك مثلا لما دار تقرأ مقالة إنه مثلا تحاول تزيح المقال يمين وشمال، هيجيك في نفس الشاشة بتاع حجم الشاشة بتاعتك مبرمج على هذه الصورة يعني. فهذا النموذج هو لو واضح في الكاميرا. جميل. ايوه، فدي هي نحن بنقول لكل القراء، وايضا نقول للقراء هنا اذا في اي اخطاء او في اي شيء توجيه نتمنى الناس تساهم وتقول الحقيقه، يعني عشان نحن نرقى بمستوى الاعلام العربي. يعني امكانياتنا نحن مش 100%، يعني احيانا من اخطاء من الارهاق والتعب، واحيانا بتكون في غلطات املائيه عبر المطبع، حتى الكيبورد بتاعنا باللغه الانجليزيه هو احيانا الواحد بيخطا مننا. اذا وجهت ما في مشكله، نحن نستقبل كل شيء، لانه احيانا بنخطا في غلطات املائيه مرات بتكون ماشيه. فعايزين من كل القراء الحريصين على اللغه العربيه واللي عندهم القير عن اللغه العربيه ان يحاولوا يوجهونا،
لما يستطيعون، وأن عنا صدر رحب عشان في النهاية هو الهدف الرئيسي كلنا، إنه نحن كيف نرقى بمستوى الإعلام العربي في إريتريا. ومن عبركم أشكر كل المشاهدين قراء موقعنا، وأيضا أشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر كل الذين يعملون في طقم عونة، وبدون فرز حتى أبو زينب وعبد الحي بسم الله وغيره من الشباب اللي اشتهدوا معنا كل الفريق. نعم أشكرهم عبركم إن شاء الله. جزيل لك الشكر والله. إن شاء الله يا أبو وليد، ربنا يخليك ويديك الصحة والعافية. ولكن أقول بشكل صريح يعني إنه يعني ربنا يحفظ لنا أبو وليد. أبو وليد لو 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 هو الركن الركين صحيح، معه أبو زينب الأخ العزيز المحترم وقسم الله وآخرون يعني، لكن والله أنت الركن الركين، ونحن نتمنى إن شاء الله هذا الركن يكون ثابت بإذن الله ويزيدك منع وقوة يعني إن شاء الله. كل يوم إلى الأمام، وفقك الله، وإن شاء الله ربنا يديك جزاء ما تعمل. أيها المشاهدون الكرام، كنت مع الزميل العزيز الأستاذ عبد الوهاب جمع أبو وليد، احتفاء بموقعنا واعترافا بدوره الكبير، لأنه مرور أكثر من 25 عام على تأسيسه، ولا يزال هذا الموقع على ذات المنهج وذات الهدف وذات الرسالة الوطنية الإنسانية. شكرا لك أبو وليد، تحياتي لكم أيها المشاهدون الكرام، محدثكم أحمد الشريف، مع تحيات الزميل عود تسفيون الإسكداني في المونتاج وفريق العمل الطاغم معنا في الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.